بالنسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، حبينا أن تكون مبادرة تجمع الزملاء، زملاء الصحافة المحلية، لأنه دائما الزملاء لاحظناهم منشغلين بخرجاتهم الرسمية وبتغطياتهم لانشغالات المواطنين وما يدور بالمجتمع الجلفاوي. احنا اليوم ان شاء الله اجتمعنا وين اجتمعنا في المستشفى المركزي لكي تكون مبادرة خيرية خصينا بها جناح طب الأطفال، وزعنا هدايا رمزية على الأطفال المرضى وذويهم. كانت مبادرة جامعة، ولأن الخير دائما يلين القلوب حبينا أننا نكون في لمة خير ومبادرة خير. كل عام والزملاء بخير، كل عام والصحافة المحلية صحافة إنسانية قبل كل شيء، وكل عام وانتم بخير. ونشكركم بزاف على هذه المبادرة الطيبة اللي حبيتوا أنكم تجوا تحتفلوا معنا في المستشفى، وخصوصا في مصحة طب الأطفال. الله يبارك، راني نشوف من خلال هذه المبادرة نشوف طاقات شبابية الله يبارك ما شاء الله عليها في الصحافة المرئية والمكتوبة والإلكترونية. مبادرة إنسانية طيبة نبيلة قامت بها الصحافة المحلية على مستوى الجلفة اليوم بمستشفى المركزي محاد عبد القادر بمدينة الجلفة. زرنا من خلالها الأطفال المرضى وأدخلنا عليهم الفرحة والسرور بتوزيع هدايا. الزملاء مشكورون، كان جوا بهيجا، كان جوا رائعا واحتفاليا أخويا وإنسانيا، أحست به الأسر والعائلات التي قمنا بزيارة أطفالها، وهي مبادرة تستحق التشجيع وتستحق الشكر والتقدير، إن شاء الله تتكرر. بالمناسبة أيضا أغتنم الفرصة لكي أرفع التهاني لكل الزميلات والزملاء عبر وسائل الإعلام المكتوبة المسموعة المرئية الإلكترونية، وإن شاء الله كل عام وصحافتنا بخير، وكل عام والصحافة في مزيد من التألق والنجاح.